شا خليدام هكا وليدي وهكا حميده هالمطاب عاد كملت الباهيه اخوتي ديال بصح. وفينك السعاد وفينك السعاد جوهره مغربيه اللي تسمع اخر اخبار. اجي واخوتي زاد سمعوا اخر اخبار للفيلم عاد زيان، لكن على المسلسل ديال بوكريشه بالي باقي اخوتي مطول الموت، وحنا نبقى المسلسل ما يساليش. اخبار جديده كل مره خارج لينا الله يستر بفضيحه وشوهة جديده. هكا وليدي لهذه اليوم انا صافي جبت لي التمام، كنت غابر عليكم ولكن ضروري ضروري نحط فيديو اليوم اخوتي نقول لكم اشنو كاين. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم من الناس الاعزاء عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطيوني اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. بزاف ديال الناس كيسولوا فيا فين غبرتي ياسين مالك غابر ياسين. خوتي انا مريض اخوتي ما كاين ما نخبي عليكم، بواحد المرض ما لقيت ليه دواء. قدر بزاف ديال الناس قاسوا هذا المرض، مرض الحب مرض الغرام. انا اخوتي انا مغبرني على الحب مرضني. كنضحك معكم اخوتي، ملي كنت في فاس كنت راكم عرفتوا الجو ديال طنجه ماشي هو ديال فاس، مشيت تما من حطات الجلسه ديال السعاد والبارح صافي تما جيت مريض ما نكذبش عليكم، داكشي علاش عيان واحد شويه ما صورتش معكم البارح، واليوم نهار كاميرا اول فيديو هو هذا. المهم اخوتي ما نزيدش لكم الطاقه السلبيه، غندوزو للموضوع. السريعه خرجت اليوم في واحد الفيديو وعندك شوفي كلامك كله على حق السريعه، الكلام اللي قلتي اليوم ابرافو برافو برافو عليك. قالت لك حقه ما حقه خاص سعاد نوض تساهم معاه في المصاريف، المصاريف انه مزوج الراجل واحد واسره وحده، خاص سعاد تساهم معاه في المصروف. لا في هذه السريعه انا غلبتيني، انا جبتي لي التمام في هذه، برافو عليك شابو لك بصح. خاص سعاد تنوض تخدم وتضرب تماره، واخا ما تخدمش في اليوتيوب في الخاص تتناقش مسكينه وتسهر ليالي باش تجيبك انت ما تاكلي، بصح عندك الحق. وتشري لي كوش لزنوبه وقالت لها نوضي خلصي معايا المصاريف ديال بوكريشه، يعني سعاد دير شكايه بوكريشه ملي خرجوا لي شي غرامه تخلصها سعاد مع السريعه. حتى تكون سعاد شيطه ديال الخلاق وتكون سعاد مدلوله بحالك وما عندهاش عائله مقطعه وجايه مع منين عاد توصل معاك ديك المرحله. واش حاسه واش كتقولي ولا مستعجله شي كتقولي نوضي صرفي معايا؟ والله الا شوفي تاكد انك بسيكوباطه ملي كيكون معاك بوكريشه وتكوني مع النقاه وتقولي ها بوكريشه ديالي بوحدي، ما كتقولي ديك الساعه لا بوكريشه ديال سعاد. وملي كتخرجي لليوتيوب وتقولي لنا بوكريشه كيبغيني بوكريشه ديالي بوحدي، ايوا خلصي عليه دابا تكلفي بيه بالاسره ديالو. ديك الساعه ماشي ديال سعاد دابا لا، دابا ولا قالت لها لا مزوجين بيه بجوج نصرفو بجوج. لا انت الجفاف وغتبقاي الجفاف، انت اللي غتصرفي على بنات سعاد. وقالت لك سعاد قالت لك خدمي لي على بناتي، ها الشيطه ديال الخلق. صافي وصلتي للدص، لانك سعاد بدراعه باش دار الديور اللي تبعتو عليهم ودارت الاراضي بدراعه ماشي بحال كاين مشوهه. والله الا قالت لي زوينه هادي انا اليوم صافي شتي لي التمام نوضي خلصي معايا المصروف. لا 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 انت غتخلصي فلوس الشكايات وغتخلصي المحامين على بوكريشه وغتصرفي على ديك الدار وغتكلفي سعاد بناتها تيكملوا 18 عام. زهيره كلشي تكلفي به سعاد، راه ما كرهتش تصيفط لك حتى ادم وامين تكلفي بهم انت مني تهزي عليهم المصروف. وعاد بوكريشه تهزي السيمانه الشهر سيمانه والشهر الشهريه ديالو 4000 درهم وتخلص لك سعاد لابون. ما قلتيش لا تصيفط لك تبعيه مره مره، يا والله نعلمك كيحشم الوجه الوجه اللي كتحشم عليه ما عندكش ما كتكسبيش، والله ما عندك الوجه اللي تحشم عليه. والله الا خلصي معايا المصاريف هكا زوينه هذه، ملي كتشري الذهب ما كتبانش لك سعاد ديك الساعه تقسمي معاها. سعاد كتدخل شي ريال دابا يقسم معاك المصاريف. سعاد يا ربي غير تكون مع دوك الوليدات مساكن، سعاد خدامه بحالك بالشوهه والشوهه والفضيحه اللي كديري انت كتدخلي زباب ديال الفلوس. سعاد مسكينه مره مره فين كدير داك اللايف ولا داك الفيديو خدامه على راسها في الخاص جايبها بعرق كتافها ماشي بحالك يا الشيطان المدلوله. والله الا قالت لها غادي صرفي معايا عطات ربي لك زنوبه احسن يا الشيطان شي مدلوله. صافي وصلت بك اللفان عييتي ما تخرقي في البوز وعييتي صافي تقاداو لك ارانج بد سعاد نوضي صرفي معايا غتعطيك سعاد البعابع اللي غتعطيك. كيبان لي انا غتلف لك الشارجور تلف لك الراي صافي عاد ملي قالت دي شارجاي صافي طول بكري تم حرنتي على الشارجور. وراك شي الحركات اللي درتي والله شوفي كنت كنكرهك ودابا خويا كنت كنكرهك اكثر اللي شفت التصرفات ديالك قدام المحكمه والاغراءات وديك اللعيبه ديال هاو قال لي نسم هكا. والله شوف باترونه باترونه خوتي هاد السيده راه سعاد ما تقاتش على هذيك التباطونيت ديالها وحق الله العظيم لا سعاد مسكينه
حول ربي ما بغيتش تلاقي انت ويا، لان عارفك انت شيطانه سعاد الاداب والصواب كي دايرو، انت باترونه من الاخر وبكل شيء كنعاود عليك. وخارجه قالت انا خلصي معايا فلوس مصروف، عرفتي السريعه الا بغيتي تصرعيها وتفرعي الطرح ديال بصح وتكملي الباهيه هي نوضي وديري شي كايب الناموسه، دعي الناموسه دعي دعي سعاد ولا تخلص معاك المصروف، نوضي شدي محامي ولا شدي جوج ثلاثه المحاميين تاخدي حقك منا، قولي لهم ضروري خاصك تخلص معايا المصروف تاعنا، واخا ما عايشاش معايا في نفس الدار صيفط لي المصروف ديالي، خاصك ديرك شهريه سعاد الصراحه. هنا عرفت اليوم عرفت عندك الحق، ديري بيها شكايه صافي قولي لهم هادي خاصها تخلص معايا قبل المصروف، انا هزه لها بناتها وهزه زنوبه وهزه بوكريشه وتزاتني حتى هاد المصيبه ديال شنيتيكا حتى هي، اش ربحت انا من هاد الزواج؟ هاو تشوفي تقدر سعاد دوز فيها الحبس هذا نوضي كوني مرا وبيني انك ريفيه حره وانك بنت القاع والباع، نوضي نوضي وتوقضي ديك الساعه خلي مي يدوك تونسي بوكريشه عرفتي غادي الا سمعوا هاد الهضره غيضحكوا عليك. نقول لهم تخلص معايا المصروف هادي زو عمرني سمعتها في التاريخ انا، ان الضريرات خاص وحده تصرف على اخرى، انت كتعاوني في ولاد دوك بجوج صغار مساكن ادم وامين مدرستهم كتبتهم مرضهم بزاف ديال الحوايج عمر سعاد متشكات، انت كتضلي تشكتي فلوس اللي كتعاوني من ديك الاسره من السعايه اللي كتضلي تسعي بناتها تيكون تصرفي على دوك المصاريف اللي كتدخلي من الفيديوهات على بناتها تخسري عليهم كره ما عرفتي فين وصلوا، انت كتاجري لها بناتها وكتقولي لها خلصي معايا المصروف، قسمي معاها انت قيم دوك الفيديوهات اللي كديري على بناتها قسمي معاها صيفطي ليها حقها من بناتها، ما كشيش تي هادي شي عاد سواء خاصها تعاونك في المصاريف غتعاونك في غنقولها قداش ومازال جايك واحد المفاجاه سريعه شي الطلاق اللي كتقولي طلق 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 سعاد، والله الا جايك واحد المفاجاه في الطريق عاد سناي بقاي تخدمي وتردمي وكنقولها وكنعاودها انت جفاف اليوتيوب وغتبقاي جفاف ديال اليوتيوب طيري وتنزلي كتبات على ظهرك جفاف اليوتيوب اكبر مدلوله في التاريخ اللي تزوجها بلا شين بلا مرشان، او تقولي سعاد الشريفه العفيفه اللي كتضرب تمارع دوك الفلوس مسكينه ما كتجيهم حتى كيغفر لها الله، حنا عارفه المهنه ديال النقاشه راه صعيبه ما ساهلاش قاي محنيه كاع النهار وتحفف عينيك ودي تصيفطهم لك انت شافتك على الشوف هادي راه صافي خوتي دايره صافي شات في هاد السيده راه سيكوباطه ولا كديرها بالعاني والله الا اما مريضه اما كديرها بالعاني وقيله والفاس سيده ديال البوز بهذا الشيء والواعر اخوتي في هذا الشيء كامل هي قالوا لي في التعليق انا شنيتي كتي دار شي فيديو صراحه ما شفتوش حتى شنيتي كنمشي نتكرجل لكاسبر جدين عوا دار شي فيديو كتقول لهم خاص سعاد حتى هي تساهم وتهز بناتها وتهز زوجها راه عندها حقها فيه فين هو المدلك فين هو المدلك خاصك تقلع عليها من هنا واش نيتيكا ذنوب سعاد خرجوا فيك وباقا ما بغاش تحشمو ولكن انت ما نهرش لك في هذا الفيديو خاصني ندير لك فيديو خاص انت ودي شنيتيكا انت بوحدك انت خاصني لك فيديو في ساعه وانا نعطيك على الجنان افهمتي مشيتي كاسي تخلص راسك سيري تكمشي ذنوب سعاد وصلوك وباقا زايده فيه وانت السريعه غتشوفي عنبك. المهم اخوتي العزاز هو لا فيديو الى فيديو قادم ان شاء الله، الدعاء معايا اخوتي راني مازال عيان واحد شويه لهنا يوريكم بس تحياتي لكم.